اهلا وسهلا بكم في قناه انا تكنولوجي. النهارده هنتكلم عن درس مهم جدا ومفيد جدا لمعظم الباحثين ومعظم مستخدمي برنامج الوورد، عن ازاي اقدر اضيف رقم للصفحات وازاي اقدر اعدل في الارقام. اول حاجه بنعملها عشان نضيف رقم بندوس على انسرت، بعد كده بيج نمبر، بعد كده توب اوف بيج. هنا بيقول لك عاوز تخليها ناحيه اليمين ولا في المنتصف، ناحيه الشمال عفوا، ولا في المنتصف ولا ناحيه اليمين. تمام، وفي اذكار كتيره جدا، فانا مثلا على سبيل المثال عشان ما اطولش عليكم اختار مثلا في المنتصف دي ودوس اسكيب، فكده ظهر لي هنا رقم واحد، هنا مثلا رقم اتنين، وادي هنا مثلا رقم تلاتة، وهكذا رقم اربعه الى لغايه رقم سته او سبعه، لغايه رقم سبعه. تمام، ظهر لي بالترتيب بتاعها الطبيعي. طب انا دلوقتي مثلا مش عاجبني الشكل ده وعايز اخليها في الاسفل، فغير لي اللي عليا، باجي عند الارقام اضغط فوق خالص في الاسفل كده في الاعلى، تمام، اضغط في الاعلى كده، تمام، وضغط حاجه اسمها باك سبيس واضغط اسكيب، هتلاقي الارقام اتمسحت. فعمل انسرت وبعد كده بيج نمبر، بعد كده بوتوم اوف بيج، واختار اختيار تاني اختيار عشان يخليها لي في الاسفل وفي المنتصف. تمام، فلاحظت هنا واحد اتنين تلاتة اربعة وهكذا. طب انا مثلا مش عاجبني الشكل ده، ففي برضو شكل تاني ممكن اعمله. تمام، كل اللي عليا بعمل ايه، بضغط على انسيرت وبعد كده بيج نمبر وبعد كده بيج ميرجن. تمام، واختار مثلا وليكن الاختيار ده، فهنا بيظهر لي هنا ترقيم الصفحات. تمام، ادي ناحيه اليمين اهو بيج 2، بعد كده هنا بيج 3. تمام، لو هنا مثلا مش باينه، لو جينا نعمل مثلا كده هتلاحظ ان هنا مكتوب بيج 3، وادي هنا بيج 4، وادي هنا بيج 5. بس طبعا الطريقه دي مش حلوه، يعني انا شايف انها مش كويسه، يعني الطريقه دي لان يعتبر ما فيش، يعني ما شفتش استخدامها، مش الاستخدام اللي هو ايه الناس كتير بتستخدمه. تمام، فبالتالي يعتبر يعني يفضل ان انت تستخدم الطريقه اللي هو المعروفه او الناس بتستخدمها، لو انت غالبا بتستخدم الانسيرت وبعد كده بيج نمبر وبعد كده تستخدم التوب او البوتوم، دول اكتر استخدامين. بعد كده عندنا حاجه اسمها الكرنت بوزيشن، معناها ان انت مكان الرقم بيظهر لك مكان الماوس. يعني مثلا انا واقف هنا كده وبضغط بيج نمبر، بيج نمبر بعد كده كرنت بوزيشن، يعني معناها الرقم هيظهر مكان الماوس اللي انا واقف فيه. تمام، طب في حاجه تاني دلوقتي، حاجه مهمه جدا، انا مثلا عملت دلوقتي البيج نمبر عملتها توب اوف بيج وخليتها في الاعلى، في الاعلى خالص كده. تمام، دلوقتي مثلا الصفحات عندي زي ما هي واحد واثنين وثلاثه الى الاخر. طيب انا دلوقتي مثلا عاوز اخلي واحد اتنين تلاتة، بعد التلاتة عايز اعيد الارقام تاني، يعني بدل بعد التلاتة هنا مكتوب اربعة، لا انا عايز اخليها تعيد تاني واحد اتنين تلاتة. تمام، فكل اللي عليا بعمل ايه، باجي عند رقم تلاتة كده واضغط هنا كده. تمام، وبعد كده بضغط على حاجة اسمها لاي اوت، وبعد كده بعد ما اضغط على اللاي، بعد ما اضغط على اللاي اوت اختار حاجة اسمها بريك نيكست بيج، هينقلني للصفحة اللي بعدها. بعد كده كل اللي عليا بكل بساطة هضغط على حاجة اسمها insert، بعد كده بيج نمبر، بعد كده format بيج نمبر. هنا عايز اخليها رقم كام، عايز اخليها مثلا رقم واحد، وادوس اوكي. هنا لو لاحظتوا تعالوا نشوف الترتيب، هنا المفروض واحد اتنين تلاتة، طب المفروض بعد تلاتة كام، اربعة. احنا قلنا لا، خلي بعد التلاتة واحد، لو لاحظتوا اهو واحد اتنين تلاتة، بعد كده طبعا دي عشان صفحة جديدة فكاتب فيها أربعة. تمام، لو أنا عايز أعدلها نفس الكلام، بعمل نفس الخطوات، أجي عند رقم أربعة ده كده مثلا، أجي عند رقم تلاتة عفوا، أو أجي مثلا عند رقم تلاتة كده وأدوس على حاجة اسمها insert، أدوس على حاجة اسمها layout، وبعد كده حاجة اسمها break next page. تمام، هيظهر لنا كام، رقم واحد اتنين تلاتة، بعد كده هنا واحد اتنين تلاتة، بعد كده واحد اتنين تلاتة، هنا كده واحد. تمام، هيمشي بنفس النهج اتنين واللي بعدها تلاتة. تمام، ولو انت مثلا لقيتها ما جاتش الطريقة معاك، فهترجع عند insert تاني وتيجي page number، وبعد كده تدوس حاجة اسمها format page number وتكتب الرقم اللي انت عاوزه. تمام، يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب القناة بتاعتنا وشير عشان غيرك يستفاد، ولو في اي مشكلة واجهتك اكتب لنا تعليق اسفل الفيديو. وفي ملحوظة تاني برضو، لو انت عاوز تشير الرقم ممكن تقف هنا كده مثلا، دوس حاجة اسمها insert وبعد كده page number وبعد كده remove page number، كده remove page number هيشيل لك الارقام كلها الموجودة في الصفحات. تمام،
جزيلا.